الله أكبر الله أكبر. قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کرتا ہے یالا نیغا خامنے مو دتی موم لیکو سوپ موم لاญی سارگال سی باتو اللہ الذي لا نفتح له ابدا ولا عصرا صلاة وسلاما نائما متلازمين أعتقد أن الله موجود متصف بكل كمالي ومنزه عن كل نفسي وهو السميع البصير المتكلم حي لا يموت أبدا كامدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان اسلام کے متعلق جو بھی اس سے سوال کیا جائے بڑی مہارت سے جواب دیتے ہیں یا اللہ دفنے واتقو اللہ ویعلمکم اللہ سنگن رگا لے یا اللہ جنا لے جنگل لنگن جنگل یا اللہ وقت لولو کون لونو کو فیکے امنا انتظر اس کوئی دفعہ جل میں کرو بھی کف کو پور گنے سے گل لگا خمنا علا کولی حال مام لے جن وقتی نی ہم سانیو نے گنار دین جور نن ولن نن دین جور گنار ay wayjuram buñ juddo nek ay catholique ala kulli hal mo mu juddu nek julit alquran waxon na lolu alquran waxon na lolu kon sadaqa allah alazim wa ballagha rasuluhu alkarim sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدت علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا شرف الدین الخلیفہ کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا بچے کے ماں باپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو دونوں بھائیوں کو گھر سے نکال دیا جب اس واقعے کا علم حکومت کو ہوا کرایا اور بچے کی خصوصیات الحمد لله رب العالمين يا رب الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا رب الحمد لله 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 الحمد ل
الذي معه بدرية أبي القاسم الذي لا نستطيع له عنا ولا عذرا صلاة وسلاما دائما متلازمين. الحمد لله الحمد لله بفضل ولي الصن والكرم والاهتمام الذي يكبر وصيرا ويميز كثيرا وهو على كل شيء قدير وبكل شيء بصير. وصدى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونظيرا وليا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر الامر وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله اكبر. Blessed is your Almighty Allah, the Lord of the universe, the sustainer, most efficient, most merciful, and the compassionate. Sheikh Sharfuddin Al-Khalifa نے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور بڑے بڑے دینی اجتماعات سے خطاب کیا.